نور أضاء الخافقين فأبشري يا بلدة الصحراء بصبح أنور. نور أتاك من الإله بأحمد فزي على كسرى وقيصر وفخري وعنوق كسر اللات والعز فما أشقى الورى بعبادة متحجري. فارقنا عمر بيوم مجاعة صرخت حشاه بجوف بطن خائري. همس الأمير بأذن بطنه قائلا يا بطن اصرخ ما تشاء وقرقري. السمن ما ذاقته أمة أحمد أذوقه؟ كلا فلست بغادري. وهو الذي نادى بأعلى صوته للمؤمنين يقول فوق المنبر ما رأيكم بصراحة لو ملت للدنيا برأسي هكذا يا معشري؟ فأجابه رجل بسيط مسلم سنجيب رأسك هكذا بالباتري. ما قال عنه مجرم أو خائن أو أنه متعامل مع كافري. كلا ولا أمر الجنود بسوقه حتى يحاكمه القضاء العسكري. أبدا ولا أمر القضاء بسجنه 20 عاما في صحارى تدمري. بل قال حمدا للإله فإنه في أمتي من يحرسون خواطري. فإذا انحرفت عن القضاء بلحظة سيقومني بالقناة والباتري.